لأن يعني العقود المرورية حتى حاليا صاعدة كلش، والمرور العام ما جاي توزع عقود للعالم، والعالم جاي تشتكي من العقود لأن سعرها غالي من 75 مو فوق يوصل لحد 100. هو مو كان 50,000 سجاد؟ أول من العقود ما يسلمون للعالم المكاتب. طيب. أكو ناس تشتري عقود من مكاتب تضمن مثلهم البحارة. اللي شنو؟ يحتكرون العقود البحارة. اي هذا المصطلح. اي الازمات. اي الازمات. اي اي نعم. يبيعون غاليات، يبيعون 75 ب80 يوصل حد 100. جيد، لازم يسوون حل هذا الموضوع. سجاد هذا سبب ماتر. سبب المديرية اللي هي ما قاعد توزع العقود. ليه ما جاي تسلم العالم؟ ما قاعد تسلم العالم. طيب العيال هذا عالم فقرة ما عاد تجي تشتكي. أنت طيب سجادة دسيلك، هو حتى 50,000 تشعر بها أنه هي رقم عادي لو عالي جدا؟ هو ترى حتى ما له داعي، ترى هو يجي مواطن، هو البايع جوه جاي بصمة اثنين تمسوه. أي نعم، سوون مواقع عادية مثلا تنازل جوه وخذوه، هو جاي تنازل عن سيارته، هو موجود نعم حضوره. طيب طيب بس العقود للدولة فلوس،